السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير لكم كيش بالكفته وفيرميسيل. راه عندنا بصله مشلضه، عندنا بات فيتي، عندنا كفته، عندنا فلفله حمراء مقطعه، عندنا فرماج، عندنا كريم فريش، عندنا الملحه، عندنا البزار، عندنا بيضه، عندنا فيرميسيل. بعد ما فزكتها في الماء سخون وقطعتها طرونشات شويه صغار، دابا غندوزو للطريقه. البصله غادي نشحرها مزيان. هانتوما البنات، من بعد ما تشحرت لينا البصله ديالنا مزيان، دابا غادي نزيد عليها ديك الكفته ديالنا تاعي. خلات هي تتشحر مزيان معاها، خصنا نكملو الوصفة. دابا غادي نزيدو ديك الفلفل ديالنا، ونزيد البزار، نديرو شوية البزار تقريبا ديك نص معلقة، نديرو الملحة ديالنا. صافي ونخلي ونزيدو نشحرو مزيان حتى ديك الفلفله مع داك البصله، مع ديك البصله ومع ديك الكفته تشحرو مزيان. ديك البصله ديالنا وداك الكفته والفلفله، دابا غنخليهم يبردو، وحتى يبردو ونكملو الوصفه ديالنا. هانتوما البنات، من بعد ما بردات ديك الكفته ديالنا والفلفله والبصله، بعد ما تتحرم مزيان وزدت عليهم الملحه والبزار، دابا غادي ندير الشعريه الصينيه. الكفته حاولوا ما تقويش باش ما تجيش قاصحه، باش الكيش ما يجيش قاصح، يجي خفيف. الشعريه الصينيه راه درتها في الماء سخون، سقطرتها علاش درتها هنا. صافي، ونزيد بيضه، ونزيد كريم فريش، من بعد ما درنا داك الكريم فريش ديالنا نزيد شويه الفرماج. صافي، نخلطو كلشي. صافي، نخلطو كلشي بحال هكايا حتى يتخلط مزيان. صافي، وخويا فاتفيتي ديالنا نخلط كلشي بحال هكايا. صافي، نخليها بحال هكايا. صافي، ندورو العجينة بحال هكا. باش تجي مجموعة، راه كيجي هاد الكيش زوين بزاف، كيجي بنين مع فلفلة حلوة مع الفيرميسيل والكفتة، كيجي زوين. صافي، ونقطعو هاد
passage par les chefs. Bonjour. هانتوما البنات ها هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا راه كيجي هائل ورائع نتمنى راكم تجربوه وبالصحه والراحه